السلام عليكم. انت وش انت؟ الحلقة السابقة اعطانا لكم شخصية وقلنا لكم حذروا من هي، والشخصية هي فيكتور سوليفان، وهو الشخصية المحبوبة في السلسلة الشهيرة انشارتد. والان خلينا نبدأ الحلقة الرابعة من سلسلة انت وش انت. هو شخص بسيط بيشتغل ككاتب روايات خيالية، وما عنده علاقات كثيرة مع اشخاص كثر. هو شخص فوضوي وغريب الاطوار، وما عنده اي بنية جسدية قوية، لكنه شجاع كبير وتفكيره سريع وملاحظاته جدا قوية، ويحل أي لغز يواجهه في الحياة، وعنده خوف كبير من المختطفين والقاتلين ومغتصبي الأطفال، عشان كذا دائما يكون معاه مسدس في درج سيارته. وألف كتاب يتكلم فيه عن كيف المجرمين يندمجون بين الناس العاديين في الحياة وهم لابسين أقنعة. وهو أب لبنت واحدة، وتقول عنه أنه يقلق كثيرا لدرجة أنه عطاها مسدس صاعق كهربائي لحماية نفسها. ها، عرفتوا الشخصية من هي؟ إذا عرفتوا اكتبوا في الكومنتس، وإذا كانت إجابتك صحيحة راح يظهر الكومنت حقك في الحلقة الجاية. إن شاء الله عجبتكم الحلقة، وإذا عجبتكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. وكان معاكم عمران الحزمي، ومع السلامة.